تواصل إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشؤون الصحية بأسوان تنفيذ اللقاءات والندوات التثقيفية، وذلك في إطار دعم تكافؤ الفرص والاهتمام بقضايا المرأة والمناهضة العنف الأسري. وفي هذا الإطار نظمت إدارة تنظيم الأسرة ندوة تثقيفية حول الصحة الإنجابية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بأسوان ضمن خطة وأنشطة قطاع السكان ووحدة تكافؤ الفرص. محمود حافظ والتفاصيل. إطار دعم تكافؤ الفرص والاهتمام بقضايا المرأة، تواصل إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشؤون الصحية بأسوان تنفيذ العديد من الندوات واللقاءات التثقيفية، وذلك بالتنسيق مع المديريات التنفيذية بالمحافظة. الندوات دي من ضمن الأنشطة اللي بيقوم بها قطاع السكان وتنظيم الأسرة، ومن ضمن أنشطة وحدة تكافؤ الفرص بقطاع السكان. إحنا بنعمل توعية طبعا في كل ما يخص قضايا المرأة والصحة الإنجابية. النهاردة كانت الندوة في مديرية الطب البيطري مع الطبيبات والعمالات بمديرية الطب البيطري. الصراحة الندوة كانت حلوة جدا وتفاعلية، وكان فيها مناقشة لكل ما يهم بقى صحة المرأة وصحة الطفل وقضايا المرأة. احنا بنقوم بالأنشطة دي مش يعني حاليا في جميع المديريات التنفيذية وجميع الجهات، بنشتغل برضو ضمن خطة بقى الإعلام والتثقيف الإعلامي عن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة. في طبعا النشاط الإعلامي اللي هو بيشمل الندوات واللقاءات الجماهيرية، واللي بيقوم بيه احنا في عندنا طبعا ممكن يبقى طبيبات، عندنا مسؤولين إعلام مدربين، الرائدات الريفيات اللي موجودين في الوحدات الريفية، الناس دي كلها هي اللي بتقوم بالتوعية وبالتثقيف. كمان يمكن مؤخرا بدأ يبقى فيه تعاون مع مديرية الأوقاف، ان بيبقى فيه زي نوع من الندوة التثقيفية كده بعد صلاة الجمعة. لقاء اليوم طبعا احنا بدأنا بال المعلومات عن الصحة الإنجابية وعن صحة المرأة عموما. الصراحة النهاردة كانت الندوة حلوة جدا لأن هي كانت تفاعلية، يعني كان في أسئلة كتير وسألوا في كل حاجة يمكن، وده مهم لأن فعلا ده يعني بيثبت أن الناس كانت محتاجة أن هي تعرف المعلومة، أن المعلومة توصل. نحن بنتكلم في معلومة تخص صحتنا إحنا وبناتنا وإخواتنا والمجتمع كله، فالحمد لله كانت كويسة. وفي نفس الوقت برضو اتعرفوا على الخدمات اللي موجودة ومكانها، وفي ناس فعلا كانت محتاجة توصل للخدمات دي. أنا مسؤول إعلام للمديرية، بيبقى معايا 6 إدارات تاني، في كل إدارة عندي مسؤول إعلام. مسؤول إعلام في كل إدارة بيحط لي خطة، الخطة دي بتبقى إيه؟ فيه ندوات للشباب والرياضة، وفيه ندوات مع الأوقاف، وفيه ندوات بتتعمل في الوحدات الصحية، وفيه ندوات بتتعمل في الأماكن العامة. كل مسؤول إعلام بيحط لي 8 ندوات في الوحدة، 5 في الوحدة و3 مثلا في الجمعيات، في المدارس، في أي أماكن عامة. والشباب والرياضة مطالبين مني إن في كل إدارة لازم نعمل ندوة أو 2 في الشهر. التعاون الجديد اللي بيني وبين دلوقتي بيني وبين الأوقاف، الأوقاف بينزلوا معانا المشايخ في الوحدات الصحية مع مسؤولين الإعلام بيعملوا ندوات. الشغل الجديد لمسؤولين إعلام المديرية دلوقتي في تعامل بيننا وبين المديريات الحكومية، يعني مديرية الشباب والرياضة، مديرية التربية والتعليم، مديرية البيطري. بننزل كل شهر أنا ومسؤول أنا ومدير تنظيم الأسرة بتاع المديرية بننزل نعمل، بنغطي 3 أماكن من الأماكن، من ضمنهم دلوقتي اللقاء اللي إحنا عملناه مع مديرية الأوقاف، مديرية البيطري، امبارح كنا مع مديرية التضامن، إن شاء الله بإذن الله يوم الاثنين الجاي هيبقى لقاء بيننا وبين مديرية الزراعة. يعني التعامل معانا بيننا وبين المديريات يعني تبع هيئة دعم تكافؤ الفرص، بنعمل في كل إدارة في كل جهة حكومية 3 أماكن بنعمل فيهم توعية في مجال الصحة وتنظيم الأسرة لكل الفئات المستهدفة معنا. شرفتنا الدكتورة أسماء بسطاوي مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، والأستاذة عائشة منظم الإعلامي للإدارة. طبعا التنسيق كان مع الدكتورة هيام عبد الهادي صالح مدير إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطري، ونشكر على مجهودها. والحقيقة كانت الندوة جميلة جدا ومثمرة وفيها معلومات مفيدة جدا، وتعرفنا من الدكتورة على الخدمات المقدمة من تنظيم الأسرة وأماكن تواجدها، وكان في تفاعل بصراحة من الزميلات جميل جدا يعني، ونتمنى لهم مزيد من التقدم ونتمنى أنهم يجونا تاني إن شاء الله. يأتي تنفيذ هذه الأنشطة ضمن خطة قطاع السكان وتنظيم الأسرة لنشر الوعي بقضايا المرأة الصحية والاجتماعية ودعم تكافؤ الفرص لتحقيق التنمية والاستقرار الأسري. محمود عبد الحافظ لقناة طيبة.